document numbering أول حاجة إحنا بنتكلم عليها. طيب خلينا نتكلم في حاجة تانية، إحنا مثلا إحنا كأشخاص بالنسبة للـ organizations بنبقى بالنسبة لهم عبارة عن أرقام، يعني حضرتك بالنسبة لأي community بتبقى عبارة عن رقم. إزاي؟ أنا مثلا بتبقى مثلا عبارة عن رقم بالنسبة لأسرتك، أنت مثلا الأول في أسرتك، الابن الثاني، الابن الثالث، الابن الرابع، انت ليك رقم اهو. بعدين بتطلع شويه من الكوميونتي بتاعت الاسره للكوميونتي بتاعت العائله، بتبقى مثلا الحفيد الاول، الحفيد الاخير، ابن العم، كلام من كده. فبرضو انت واخد نمبر طول ما انت في الاسره، شويه شويه تكبر يبقى لك شهاده ميلاد، يبقى انت بالنسبه للبلد دي ليك كود نمبر. تمام. طب ليه هما ما بيستعملوش مثلا في البلد اسمك، مثلا ان انت اسمك محمد احمد وان انت كده خلاص كل البلد تبقى متعارفة ان حضرتك اسمك محمد احمد؟ ليه بيضطروا ان هما يخلوا في رقم اي دي نمبر مع اسم حضرتك بتتعرف بيه لتشابه الاسماء؟ تمام. ايه تاني؟ لا اي دي لا يتكرر، صح. التمييز، برافو. يونيك نمبر، رقم فعلا لحضرتك مش هتلاقي عند حد تاني. يعني ايه ريفيجن؟ السهولة كمان لمنع التشابه. والايه كمان؟ يعني قصة التشابه دي فيها حاجة مهمة برضو للتتبع، التأكد من إن ده الشخص. التتبع، برافو. الفصل، إحنا بنتكلم عن أشخاص ما بنتكلمش دلوقتي عن documents. Standard for companies، التتبع بسهولة، برافو. طيب حضرتك كمان لما بتدخل الشركة، أنت وأنت قاعد في شركتك، أنت أول ما بتدخل في حاجة اسمها employee number، الرقم بتاعك في الشركة ده عبارة عن رقم بيعرف حضرتك كل حقوقك في الشركة. من غير الرقم ده هم مش هيعرفوا يتعرفوا عليك، لأن وارد إن يبقى في حد عنده تشابه في الأسماء معاك في الديبارتمنت مثلا معاك أو في أي ديبارتمنت تانية بنفس الاسم بنفس كل الصفات، بس مثلا أنت مثلا حضرتك الدوكيمنت كنترول هو محاسب، هو مهندس، هو رئيس مجلس إدارة، أي حاجة من الحاجات دي. فكل التعاملات الخاصة بحضرتك هتبقى معرفة من خلال رقمك ده. هو ده الدوكيمنت نمبرنج اللي إحنا بنتعامل فيه. انت بتتعامل مع مستند من خلال رقمه، لان انت لو تعاملت معاه من خلال اسمه بس هتلاقي ان الدنيا بالنسبة لك فيها حاجات متشابهة كتير. يعني انا مثلا ليه احنا مثلا مش بنسمي ان الدوكيمنتس الدروينج بتاعت الميكانيكا هي ميكانيكال دروينج، لان هي مش ميكانيكال دروينج واحدة، هي لو واحدة يبقى خلاص احنا كنا سميناها ميكانيكال دروينج. هي الاف من الدروينجز الموجودة تحت الميكانيكا. طب لو قلنا مثلا نبتدي ان احنا نعرفها الدروينج بتاعت الميكانيكال اللي هي اسمها بلومينج، فانا هقول بلومينج ميكانيكال دروينج. طب ما هي برضو اسم، لما هاجي اسيرش عليها ازاي؟ طيب بلاش، اقدر ان انا اقول مثلا ان دي بتاعت الدور الثالث، هبتدي ان انا اعرفها. فهكتشف ان انا كل ما بحاول ان انا اعرفها اكتر كل ما انا بزود من حجم اسمها. فانا كل ما بحاول ان انا اعرف اسمها اكتر او ان انا اقدر اوصل لها الاقي نفسي بوصل لها بصعوبه. ولو ان انا كتبت عملت مثلا تايبنج ميستيك مثلا الاقي نفسي ان انا مش عارف اوصل لها، لو حصل فيها اي خطا اصلا مش عارف اوصل لها ولا عارف اعمل لها تتبع. هو ده بالظبط اللي بيحصل معانا في الدوكيمنت نمبرنج، ان انا كدوكيمنت كنترول بحاول اتعامل مع كل الانجنييرز مع كل الاورجنايزيشن اللي انا شغال فيها ان الدوكيمنت نمبرنج ده هو ده اللي انا بتعامل فيه بالوثيقه بس، ما بقدرش اتعامل باي حاجه تانية. انا ما اعرفش اسم الوثيقه، ما اعرفش مين اللي مطلعها، ما اعرفش تاريخها كام. اللي بقدر اعرف بيه الوثيقه دي هو رقمها. هو يجي يقول لي ان دي ماتيريال الميكانيكا رقم كذا ريفيجن كذا، انا هعرف اوصل لها، انما اذروايز انا مش هعرف اوصل لها. او حتى لو عرفت اوصل لها من تاريخ او من اي حاجه تانية، من اي كي ووردز تاني، بس الاصح ان حضرتك توصل لها للدوكيمنت نمبرنج ده. فاحنا هنا بنقول ان الدوكيمنت نمبرنج هنا هنتكلم فيها، هنبتدي بقى هنا دلوقتي نطبق الحاجات اللي احنا درسناها في الايزو على الدوكيمنت نمبرنج ده. فاول حاجه هنتكلم عن الديفينيشنز، عن البيربز، عن السكوب، الريسبونسبيلتي،
the procedures, the terms, and the definitions. تمام؟ أول حاجة التعريف بتاع الدوكيمنت نمبرينج ده. طبعًا إحنا لازم حضرتك تكتب التعريف بشكل واضح علشان تبقى كل الناس فاهمة. فأول حاجة إحنا بنقول هنا إن ترقيم المستندات ده بيعتبر جزء أساسي من نظام التحكم في المستندات، إن ما ينفعش يبقى عندك دوكيمنت سيستم أو يبقى عندك مانجمنت سيستم من غير ما يبقى عندك نمبرينج سيستم، تمام؟ ده بيساعد في تحديد المستندات بطريقة سهلة، وإن أنت تقدر توصل لها بطريقة سهلة ومهمة وتقدر توصل لها ذات صلة بسهولة. طيب ده بيبقى عبارة عن إيه؟ إن أنت بيبقى عندك، لو أنت عندك نظام إدارة بيديلك الكودينج سيستم ده، يبقى ده بيوفر عليك وقت كتير جدا وبيوفر عليك مجهود. لو أنت ما عندكش ده فأنت بتضطر تعمله أنت بإيدك، أو يتعمل مانيوال عن طريق شيت الإكسل أو عن طريق الدوكيومنتس. الدوكيومنت كنترول هو اللي بيقدر يعمل السيستم ده، وده بياخد منه وقت ومجهود، بس برضه أنت بتقدر تتعامل فيه. فالمفروض ان فرق المشروع كلها او كل فريق المشروع بيتعامل من خلال المفتاح الاساسي في المستند اللي هو النمبرنج بتاعت المستند ده. تمام؟ طيب احنا عندنا شويه شروط للدوكيمنت نمبرنج ده. ايه بقى هي؟ اول حاجه ان هو يكون كرييتد، ان هو يكون مش متكرر، يكون هو رقم واحد طلع مره واحده للمستند ده بس، يكون اورجنايزد، يكون منظم، ان بيكون اللي بيطلع الحاجة دي شخص واحد او ادارة واحدة هي اللي بتكرييت النمبرينج ده. ثالث حاجة اكسس، ان هو بيبقى سهل الوصول اليه، ان انا لما اكون عاوز اطلع جواب اقدر ان انا اوصل للرقم ده واعرف ان اخر رقم ده فين والرقم اللي بعد منه ايه. رابع حاجة ان هو يكون مخزن بطريقة صحيحة، ان انا ابقى عارفه ان هو موجود فين وموجود في مكانه الصحيح مش في اي مكان تاني. طيب الهدف من النمبرنج سيستم ده ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا اتجنب التكرارات الموجوده عندي في الشركه، ان انا اطلع تو دوكيومنتس بنفس السيريال نمبر ده او بنفس الكونتنت بتاعها. تمام؟ ايه تاني؟ او تاني حاجه انشورنج اباوت ذا لاست ريفيجن، ان انا عارف ان الدوكيمنت دي رقمها كذا ودي اخر دوكيمنت ممكن تكون طالعه، مفيش دوكيمنت تانيه هتبقى طالعه. لاست ريفيجن ده حاجة مهمة جدا في شركات الهندسة، لأن بيحصل عليها مشاكل كتير جدا. تالت حاجة إن دايما بتريفير الرقم ده، بيريفير لنفس المعلومة، إن أنا لما باجي إن أنا أطلع إن كل الأطراف إن عندها نفس النسخة من الملف وإن هي بتريفير لنفس الدوكيومنتس ما عندهاش أي مشكلة فيه. طيب دي كده أول حاجة بنتكلم عليها، كده إحنا عملنا إيه؟ ديفاين بروسيس. طيب بعد كده بنتكلم في إيه؟ بعد كده بنديفاين السكوب، النطاق ده، هل انا هطبق الدوكيمنت سيستم ده على الديبارتمنت بتاعت الدوكيمنت كنترول بس ولا على كل الشركه؟ طبعا الدوكيمنت سيستم النمبرنج سيستم بيطبق على كل الشركه. تمام؟ فهنا انا بقول ان بيتم تطبيق النطاق بتاع الدوكيمنت نمبرنج ده على جميع الاقسام اللي بتقوم باعمال انشاء ومراجعه والموافقه على اي وثائق خاصه، وثائق هندسية خاصة بالمنشأة. تمام؟ طيب نحدد بعد كده الـ responsibilities بتاعتي، اللي هو إيه؟ Who is involved؟ بقول أول حاجة أنا، طبعاً ده اجتهاد، يعني ده مش لازم تكون كل الـ department أو كل الشركات شغالة بنفس السيستم ده. إحنا كده ده عاملينه زي ديمو علشان نبقى نفهم الـ process دي بتبقى ماشية إزاي. تمام؟ فاحنا لو قلنا مثلا ان احنا عندنا ان المسؤولين عن البروسيس ده هم 6 اشخاص. اول حاجه البروجرام كنترول ليد، ده اللي هو المسؤول عن البروسيس دي. بعد كده الدوكيمنت كنترول، دوكيمنت اوثر، دوكيمنت اونر، البروجكت تيم، الدليفري بارتنر. طيب شوف كل واحد التاسك بتاعته ايه. اول حاجه البروجرام كنترول ليد ده التاسك بتاعته ايه؟ ده بيقول ان هو بياخد ملكيه الاجراء وبيضمن توافق جميع المستندات الخاضعه للرقابه. ده هنا المسؤول عن الإجراء ده في الشركة كلها، يعني مفيش حد هيبقى مسؤول عن الإجراء ده إلا بس الليد بتاع الديبارتمنت. طيب هل هو اللي هيسجل الكودينج سيستم ده؟ لا، مش هو اللي هيسجل الكودينج سيستم ده، اللي هيسجل الكودينج سيستم الدوكيمنت كنترول، هو اللي بيضمن تسجيل المستندات في نظام الإدارة وأرقام مستندات فريدة ومعالجة وفقا للإجراء. تمام؟ نيجي بعد كده، مين اللي هيحضر الدوكيمنتس نفسها؟
اللي بعد كده المفروض يبعتها لحد تاني يعملها الدوكيمنت اوثر اللي هو مسؤول عن انشاء المستند والمحتوى بجوده مناسبه وفقا للاجراء. يعني هو هيحضر المستند ويحضر المحتويات اللي مع المستند اللي جواها الديسكريبشنز اللي جواها التكنيكال دوكيمنتس اللي جوه هو مسؤوليه الدوكيمنت اوثر. طيب الدوكيمنت اونر هو اللي بيضمن تسليم المستندات مع الارقام وفقا للاجراء، يعني ده بالاتفاق مع الاجراء. مين اللي هيطلع الرقم؟ الدوكيمنت كنترول. مين هيحضر المحتوى؟ الدوكيمنت اوثر. مين اللي هيتفق ان الدوكيمنت ان النمبرنج ده ماشي مع الدوكيمنتس دي؟ الدوكيمنت اونر. طيب باقي مين عندنا تاني؟ البروجكت تيم اللي هم هيبقوا موجودين تو مانج الكنترول على كل الدوكيومنتيشن دي، او ان هم هيتعاملوا في البروسيس دي بعد كده. تمام. اخر حاجه عندنا الدليفري بارتنر اللي هو مسؤول عن ضمان ترقيم جميع المستندات الخاضعه للرقابه. تمام. ده اللي هيبقى مسؤول ان هو يريفيو النمبرنج ويريفيو السيستم كله، ويبقى هو شايف عنده النظره العامه لكل السيستم او كل البروسيجرز اللي اتعملت. تمام. هنا بعد كده بنشرح البروسيجر نفسها، بنحاول ان احنا نوضحها هنا علشان تبقى واضحه وايه وباينه. ده برضو من ضمن اللي هو define scope and ايه؟ نلاقي دي اسمها define scope and ايه؟ process and scope. تمام؟ طيب ان احنا هنا بنقول ان احنا ممكن نتعرف على جميع المستندات القابله للتسليم اللي بتطلع في المشروع من خلال رقم فريد بواسطه document controller لتسهيل عمليه التخصيص وانواع المستندات. تمام. ايه تاني؟ ده كده شرح للعمليه اللي احنا بنتكلم فيها. طيب ازاي بقى تطبيق عملي؟ ازاي هنقدر ان احنا نعمل ده؟ ده هنا بيقول لك ان هو هنا دي الكنترول بوينت بتاعتي، ان انا هنا حاطط الدوكيمنت كنترول هو الكنترول بوينت بتاعتي في كل حاجه. تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن ايه؟